بسم الله الرحمن الرحيم، أناجيك يا موجودا في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى؟ ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى؟ مولاي يا مولاي، حتى متى وإلى متى؟ أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء، فيا غوثاه ثم واغوثاه، بك يا الله من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي، إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزال أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم أأتيك فردا شاخصا. إليك بصري مقلدا عملي، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسايي. فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟
ومن يؤنس في القبر وحشتي ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغلى الأيدي إلى الأعناق يا أرحم الراحمين وخير صلى الله على محمد وآله الطاهرين.